دولة الرئيس أيها الحضور، إن دور إيدال يتمثل بدعم الاستثمار ومساندة المشاريع استكمالاً لدورها وزيادة دعمها للقطاعات. نطلق اليوم وحدة مساندة الأعمال التي أتت بناءً على حاجة ملحة لدى مجتمع الأعمال، وستكون الأولى من نوعها في إطار كيان حكومي في لبنان. مهمتها تقديم المشورة القانونية وخدمات التدقيق المالي المجانية للشركات الناشئة، مما يتيح لأصحابها البناء على أسس قانونية وعلمية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة والقدرة. بدي أهنيكم جميعاً أخيراً على أنكم توصلتوا على الفند هيدا. بدي أشكر إيدال، لأنه فعلاً هيدا عمل لشباب وصبايا لبنان وللجميع. ولكن نحن شغلتنا وعملتنا بهالدولة، بدنا شبابنا والصبايا بلبنان يبقوا بلبنان، فنحن واجبنا أنه نلاقي الوسائل ونشتغل لحتى نشيل كل المشاكل اللي بيواجهوها. نحن بدنا نشتغل وحنكمل شغل، عم نسمع ضجيج، فالضجيج حيكمل والضجيج حيستاد، ولكن أنا ما حأوقف. مثل ما الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري كان يقول: تبني شارع، تبني مستشفى، تبني مدينة، تبني جامعة، نحن حنضل نكمل.